السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحث قوي، والبحث دوت هيبقى مقدمة لحاجات قوية جدا. البحث دوت عنه معهد ألن للذكاء الاصطناعي. زي ما انت شايف أسامي الناس اللي موجودة حاجة تخوف. الجميل اللي فيهم ناس مسلمين زي علي وسمير، يعني في أسامي عربية وأسامي إسلامية موجودة. ده عبارة عن مجموعة بيانات مفتوحة المصدر فيها أكتر من 10 مليون موديل الثلاثي الأبعاد. بدأوا يدربوا الكمبيوتر على إن هو تديله تكست يبدأ ينشره لك 3D. دي الخطوة الأولى في القصة ديت. فهنبدأ بقى نشوف حاجات زي كده في المستقبل، يعني توصف له حاجة تظهر لك 3D. يعني خلاص بعد كده تقول له اعمل لي فيلم كرتون بقى يعمل لك كل اللي انت عايزه. متخيل؟ بدأوا يطوروا الذكاء الاصطناعي. خلاص احنا وصلنا لمرحلة اللي بيعمل بحث ما بيبدأش يقول انا عايز احول تكست لصور، لا انا عايز احولها بقى ل3D. فالبحث دوت مقدمة لحاجات خطيرة. متخيلين كمية المراجع كتيرة جدا في البحث، تفاصيل برضه كتيرة. هتقول له مثلا عايز صورة لرئيس أمريكا وهو بيتضرب، هيجيبها لك بقى 3D وتلف حواليها وتبقى شايفها زي الفل. لما تقول له تخيل حصان، يعمل لك حصان 3D بالشكل دوت، ملابس 3D. ممكن تديله صورة وهو الصورة دي يتخيلها بقى من كل الزوايا. صورة زي كده هو بقى يجيب لك كل الزوايا للصور دي زي ما هو يتخيلها. هسيب لكم رابط البحث بحيث ان انتوا تطلعوا عليه بشكل اقوى.